أما هلأ حنروح ضمن فقرتنا لنتوسع أكثر بمعرض هتان، لنحكي أكثر مع ضيفنا لليوم اللي قدر من خلال لوحاته أنه يجسد مشاعره ويوصل رسالة لكل حد بيشوف لوحاته، ولكن دائما ترك الخيال المتلقي هو اللي ياخذ نتيجة الرسالة، هو اللي يحدد الرسالة من اللوحة. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا المعرض، أهم المشاركات للفنان، وقد ايه مهم اليوم المعارض، وشو الرسائل اللي حملها هذا المعرض بشكل خاص. وضيفنا لليوم هو الفنان التشكيلي علي نفنوف، رح نحكي أكثر عن هذا المعرض ونحكي أكثر ايمتى رح يضل مستمر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح خير وصباحنا غير بوجودك، وجود هذا الفن الجميل اللي دائما بيحاكي النفس البشرية. حياكم الله. أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي عن المعرض وأيضا عن الاسم، الاسم شوية غريب، ومن وين استوحيتوا هذا الاسم؟ من الطبيعي أنه الفنان ما يكون حدا مألوف أو حدا مكرر أو حدا متشابه. أهم ميزة من ميزات الفنان أنه يرفض التشابه، وبالتالي لطالما أنا قررت أني أعمل معرض، معرض يكون مختلف بقرارة نفسي، معرض يكون مميز، فلازم يبدأ التميز من العنوان ومن المكان. المكان هو دمشق، المدينة أو العاصمة المميزة والجميلة، والعنوان هو هتان. بقلب كل فنان أو كل إنسان في عاصفة، قد تهطل هذه العاصفة، قد تهب، قد تخمد، قد تنام، ولكن بقلب الفنان عاصفة هوجاء لا تخمدها إلا اللوحة أو اللون. هتان هو بداية خفيفة لهذه العاصفة، هو المطر الناعم الجميل الخفيف، وهي بداية لمعرض أقيم في دمشق، وسيكون بداية لسلسلة معارض إن شاء الله ستقام في أماكن أخرى إن شاء الله. خلينا نحكي عن المشاركة الخاصة لحضرتك، كونه اليوم المشاركة بالمعرض ثنائية بينك وبين فنان آخر، 30 لوحة لحضرتك خاصة بحضرتك، نحكي عنهم اليوم، شو الرسائل اللي كانت موجودة فيهم؟ لا، من الإجحاف أنه نحكي عن رسائل معرض كامل به العجالة أو به الوصف الشاعري، لأن كل لوحة لها عدة رسائل، يعني اللوحة الواحدة لها عدة رسائل، لها عدة احتمالات، فما بالك بمعرض من 30 أو 40 لوحة، من المحال الإحاطة برسائل المعرض كاملة، إلا أنه الفحوى أو المنحة العام للرسالة العامة للمعرض هي تكريس الجمال، البحث عما هو جديد، الخروج من المألوف والتوغل في اللامألوف، أعطاء المتلقي فرصة التأمل والتفكر والانطلاق نحو الحلم. نحن ما قررنا نقدم اللوحة كوجبة جاهزة، كوجبة دسمة للعين تقرأ لمرة واحدة ثم نمضي. اللوحة يجب أن يعاد قراءتها مرة ومرات، لأنها هي عبارة عن مجموعة انفعالات حسية، انفعالات حركية، نزق للفنان، انسكب على اللوحة بلحظة لاوعي عند الفنان، لكنها على ما يبدو أنها تنم عن وعي عتيق، وعي قديم ناتج عن تراكمات قلق، وجع موروث جمعي لذاكرة بصرية جميلة في ذاكرة الفنان. تمام، ذكرت ذاكرة، وخلينا نحكي شوي عن المحيط، يعني اليوم الفنان بيأثر بالمحيط وهو بيتأثر كمان بالمحيط اللي موجود هو فيه، خلينا نحكي لأي مدى ممكن يكون هذا التأثير؟ لا، يمكن أنا متأثر بالمحيط باللون الأزرق، يعني هو أكثر لون أعلن تأثري بمحيطي، على اعتبار أنه أنا ابن مدينة ساحلية أعيش بين الزرقتين، زرقة السماء وزرقة البحر وربما زرقة الزيتون، ولكن الأزرق هو لون بيمنح التأمل، بيمنح التخيل، بيمنح الماورائيات، لانه نحن دائما وقت اللي بدنا نتضرع لله بالدعاء بننظر الى السماء، صحيح، ما بنشوف الا الازرق. بتذكر يعني يوم اللي كنا اطفال وكنا صغار كانوا يخوفونا بالجني الازرق، يا ترى كان في جني ازرق؟ اكيد لا، لكن لون لامكانيه تخيل انه كم هو مرعب هذا الازرق. فاعتقد انه كان الازرق هو العنوان الابرز لتاثري كلون. أما هل أكون مؤثر؟ هذا حلم لكل فنان أن يكون مؤثر. أعتقد أنا
اللي نجحت فيه اني لحد الان اثرت بنفسي او اثرت بنفسي. وقت نقول عن التأثير النفسي للفنان أو انعكاس شخصيته على أعماله، خليني أرجع أنا وياك لهيك تصريح قديم لحضرتك قلت فيه، يعني جملة أنا بقيت بذاكرتي، يعني أنه أنا أنتمي إلى منظمة إنسانية، أعظم منظمة إنسانية، أنا الأمين العام وباقي الأعضاء. يعني قد إيه اليوم مهم الفنان هاي الرسالة الإنسانية يحملها ويعكسها على أعماله الفنية؟ الأول شيء بشكرك إنه لنبشك تاريخ قديم إلي أو تصريح قديم كثير، يعني الجملة ما فينا نحن نمرق مرور أنا. الكرام يعني على يمكن هذا أنا، هذا أنا، هذا أنا الكائن الفوضوي اللي ما بشبه إلا نفسي، اللي ما بنتمي إلا نفسي، سواء بالحالة الإنسانية أو بالحالة الفنية أو بالحالة اللونية أو بما أقدم. يعني أنا دائما أسعى بما أنجز أن يكون هذا المنجز مميز. ومثل ما ذكرنا ببداية اللقاء أنه بدأنا بالتميز من المكان ومن العنوان. نعم. لذلك كان هتان. فشتانا ما بين المألوف واللا مألوف. صحيح. نحن أمام مسيرة كسر المألوف. يعني هون بيستحضرني وقت اللي طلعت المدرسة الانطباعية وكسرت التقليد السائد عند الفنانين برسم الرموز الدينية والرموز والأيقونات وإلى آخره، وكسر النمط دافنشي ورسم الموناليزا. طبعا كانت إعجاز أنه رسم واقعي. هل مشكلة هلا صارت الواقعية لأنه صارت مقبرة أو مقبرة للنظرات الباردة، صارت اللوحة الواقعية هي لوحة كاميرا، وبالتالي لا تحمل رسائل إلا أن قدمت لك المألوف، يعني تخمة صارت تخمة مألوف. لذلك صار هناك محاولات للبحث عن أفكار جديدة. أنا لا أرسم لوحة، أنا أكتب إنسانية، أكتب قصة، أكتب حكاية، أروي رواية، أقرض ومضة شعرية، ولكن بسبع أحرف من لون. كيف اكتشفت، خلينا نحكي هيك شوي عن حضرتك، عن حالك أكثر، كيف اكتشفت ذاتك وقيمت، وهل الأهل هنون اللي اكتشفوا هذا الشيء؟ لا، بعتقد أنا لحد الآن بعتبر نفسي هاوي، يعني عم حاول اكتشف نفسي، عندي محاولات لاكتشاف ذاتي، ولكن أنا عندي وعي تام لمسألة اللون، على اعتبار أنه أنا كنت بالماضي فنان فوتوغراف، فنان تصوير ضوئي. فنان تصوير ضوئي عنده إبحار بكونتراست اللون. فاللون مثل ما بنعرف حاليا عم يستخدم بمصحات نفسية، علاج نفسي. لذلك تأثرت باللون. اللون بيحكي حكاية، بيقول ما لا نقول. ما بعرف إذا اكتشفت نفسي أو بعد عم حاول اكتشف، بس بعتقد من ضمن محاولاتي لاكتشاف نفسي عم قدم الجديد. اليوم ضمن معرضك أستاذ كان في لوحات حاكت النفس البشرية، يمكن كان في تنوع وما كان في تكرار، والأستاذ غسان غانم أفاد أيضا بتصريح أنه اليوم المعرض مختلف، بعيد عن الشيء التقليدي اللي ممكن نحن نقع فيه بموضوع المعارض. اليوم قد ايه مهم الفنان ما يكرر نفسه؟ قلت جملة كثير مهمة أنه أنا ضروري أشبه نفسي بمعرضي. تماما، لان اللوحه مثل ما قلت لك هي مجموعه انفعالات حسيه، هي نزق خاص بالفنان. والفنان انسان يحمل مشاعر وعواطف عاصفه. يعني حكينا انه تهطل على شكل لوحه او لون او حاله لونيه. التكرار هو مطب مقبره، يمكن بتكون مطب يقتل الفنان. صح. فالفنان اللي بيحاول يقلد تجربه اخرى عم يأذي نفسه، واللي بيحاول يقلد نفسه هو كمان عم يأذي نفسه. المفروض دائما يحاول انه يظهر انه هو دائما جديد متجدد، لان زمن كيف هذا الظهور زمن ثابت. يعني بالبحث، يعني بعطيكي مثال، نحن انت اذا كسرتي الساعه الوقت بده يمضي. صح. ما حينتظرك لانك انت كسرتي الساعه. تماما. فالوقت عم يمضي، وبالتالي انا ما فيني ضل، وانت شايف الجيل، يعني نحن كنا بجيل الإعلام الورقي، صرنا بجيل التكنولوجيا والسرعة، وبالتالي الدفع عم تفلت من إيدنا. مفروض نحن نكون متسارعي الخطى في تقديم كل ما هو جديد حتى بالفن، لأن الفن ذاكر، يعني مشهد بصري تسهل قراءته أكثر من أنك تمسكي رواية أو تمسكي كتاب.
فأنت بتوقفي عند اللوحة لحظة تأمل عم تقرأي أفكار مع التنويه، لأنه لوحاتي أو بسعى أنه تكون لوحاتي مي أعمال تزيينية، تكون حكاية. عم شوف بعض اللقطات من المعرض وبعض الصور، وسألتك سؤال أحيانا، خليني هيك مثال، أنا وليلى نوقف قدام نفس اللوحة ولكن أنا أراها برسالة وليلى تشوف رسالة أخرى من خلالها. هذا الشيء الطبيعي للوحة، لأن اللوحة هي مجموعة حالات، مجموعة حيرة، مجموعة أسئلة. اللوحة بتمنح سؤال، اللوحة اللي ما بتمنح المجموعة الأسئلة هاي لوحة فاقدة للشرعية، لوحة بلا مصداقية، هي مجرد ترف لوني. أما اللوحة التي تحمل مجموعة أسئلة ومجموعة قلق تتقاطع مع سؤال عند حضرتك أو عند الآنسة بزاوية معينة، قد يختلف السؤال في مرة قادمة أو حسب الحالة النفسية، حسب الحالة النفسية للمتلقي. طبعا مجموعة الأسئلة اللي بتمنحها اللوحة ممنوع الفنان يجاوب عنها، وممنوع حتى اللوحة تجاوب عنها. الجواب متروك للمتلقي، لأنه المتلقي شو بيشعر، شو بيصله تماما. المتلقي هو الحر في الإجابة، هو الحر في قراءتها، هو الحر بإعدامها، بإدانتها، بترقيتها، بأنه يعلقها في جدار بيته أو يشيح النظر عنها. تمام أستاذ، بدنا نتشكر حضورك معنا، وأكيد بدنا نتمنى لكم التوفيق بالمعرض والمعارض القادمة. شكرا كثير لك. شكرا لك الفنان التشكيلي علي نفنوف. بس بسؤال أخير، لأيمت مستمر المعرض؟ المعرض مستمر ليوم الخميس 22 في كلمة واحدة. تفضل. لمين بنهدي المعرض هذا؟ بختام اللقاء بحب اهدي المعرض للناقد الفني القوي اللي هو مشجع لي ولجمهوري العريض. الناقد الفني اللي كان هو زوجتي وبناتي، هني كانوا النقاد الأكثر جرأة في نقدي، وهني كل جمهوري. فبهدي المعرض لأم تيمة زوجتي، ولا تيمة بنتي، لغزل بنتي، ولا محار بنتي، ولا ريناد، حتى الأسماء البنات اليوم فيهم تميز. المعرض. شكرا لك أستاذ علي، وتحياتنا للعائلة الكريمة من خلالك. بس نذكر أنه المعرض موجود بقاعة المعارض بالمركز الثقافي العربي بأبو رمانة. شكرا لك أستاذ علي. شكرا لك، وبالتوفيق الدائم يا رب.